بقالنا كام سنه وكم عقد بننام ونايمين، نصحى ونفوق وادي رئيس الدوله بيضرب المثل. مش قايم من النوم يقول لكم اصحوا، لا ده صحى قبل الناس كلها ما تقوم، وادى درس قبل الناس كلها ما تقوم، واتكلم مع الناس. سمعونا كده يا ريس، سمعوني صحيح الشباب كده فرحوني. الصورة دي اللي قدامي دي وأنا بتكلم من قلبي وبتكلم برضو من عقلي، الصورة دي اللي عايزة تحليل نفسي، تحليل نفسي لكيف يفكر هذا الرجل. الرجل أسرع من الجميع، عايز ينطلق، وهو بيجري بالعجلة زي ما انتم شايفين بينطلق، عايز ينطلق، عايز يجري، بيسارع، بيسابق الزمن. البلد دي بالفكر بالروح بالنفسية دي هتوصل. الصورة دي اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، على الصورة، على الشباب. حاجة تفرح، حاجة تبعث على الأمل، طاقة إيجابية من مصنع الرجال، من الرئيس الإنسان اللي بيصل الليل بالنهار وبينجز إنجازات لو حسبناها بمقاييس الزمن والوقت والجماعة بتوع التايم مانجمنت. لا لا لا، احنا عدينا كتير.